لازم تروحي لحضرة القاضي وتعرضي عليه. ما هو ما يكونش مسافر السعودية أديله سنتين وتعتبري نفسك أرملة. نروح لحضرة القاضي ونقول له الراجل ده لا نعرف عنه شيئا. ولك أن تبدأي رفع الدعوة بعد غياب سنة، وده غياب سنتين ترفعي الدعوة وحضرة القاضي هو اللي يقول. حرام حتى لو ظهر انه ميت. حكم القاضي يمشي ظاهرا وباطنا، يعني خلاص تم التفريق. وتبقى من حق الثاني مش من حق الأب. لك أن تبدأي رفع الدعوة بعد غياب سنة، وده غياب سنتين ترفعي الدعوة وحضرة القاضي هو اللي يقول طبقا للحاجات. لكن اوعي تروحي تتجوزي، حرام.